الله أكبر فالصلاة عماد للدين فيها للأنام رشاد. الله أكبر يا مآذن كبري بفريضة يهفو لها العباد، وتهيم أرواح الخلائق بالهدى بمساجد يزهو بها الأوتاد. عمر المساجد بالصلاة جماعة فهم الأكارم بالورى الأشهاد. الله أكبر بالأذان تتابعت يحلو لها بأذانها الترداد، بشهادة التوحيد تعلو كوننا وحياتنا جمعا لها ننقاد. خمسا من الصلوات نتبع نورها بفريضة فيها لنا الإرشاد. رسالة الإيمان بجديدنا، نصل إن شاء الله إلى الإحسان. إن الصلاة هي عماد الدين، فمن أقامها قد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وهي أول الأعمال التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقد أمر الله تعالى المسلمين بالالتزام بالصلاة في موعدها، وهي من الأعمال التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيجب على كل إنسان مسلم أن يحافظ على جميع الصلوات المكتوبة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى، وخاصة صلاة الفجر، وذلك امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى كما قال العلماء هي صلاة الفجر، فصلاة الفجر أو صلاة الصبح هي أول الصلوات الخمس المفروضات على جميع المسلمين، وهي صلاة جهرية تتكون من ركعتين مفروضة وركعتين سنة قبلها، وتسمى سنة الفجر أو ركعة الفجر، وهي سنة مؤكدة واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سميت صلاة الفجر بهذا الاسم نسبة إلى وقتها من الصبح الذي ينجلي فيه الظلام وينتشر الضوء في جميع الآفاق، فقد سمي فجرا لانفجار الضوء وزوال العتمة والليل. وإن صلاة الفجر في وقتها لها فضل كبير جدا، فقد وردت الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على ذلك. ومن هذه الفضائل: من صلى الفجر فهو في ذمة الله تعالى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. والمداومة على صلاة الفجر علامة فارقة بين المنافقين والمؤمنين، فهي دليل للبراءة من النفاق، فقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وللمداوم على صلاة الفجر أجر حجة وعمرة إذا بقي يذكر الله حتى تطلع الشمس، فقال عليه السلام: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. وصلاة الغداء هي صلاة الفجر، وصلاة الفجر غنيمة لا تعادلها غنائم الدنيا وكنوزها، وهي سبب النجاة من النار والبشارة بدخول الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحدا صلى قبل طلوع الشمس وقبل مغربها. وكما أن الملائكة تشهد على من صلى الفجر حاضرا، حيث قال عليه السلام: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. كما أن الملائكة تشهد على من صلى الفجر حاضرا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. وكما أن صلاة الفجر بشارة بنور تام يوم القيامة، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. وهي إشارة إلى صلاة العشاء وصلاة الفجر في وقتها
لوجود العتمة، وكما أن صلاة الفجر مصدر للطاقة والحيوية وطيب النفس، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهي مبعث للأمل في الإنسان، وخاصة عند اشتداد الظلم وحصول الأزمات والابتلاءات. وأداء صلاة الفجر يجعل المسلم في حماية الله سبحانه وتعالى وضمانه وعهده. وصلاة الفجر سبب للبركة في الرزق، وسبب من أسباب النصر والتمكين، وتقوي صلة العبد بربه. وقد أكدت الدراسات الحديثة أن تأدية صلاة الفجر في الموعد المحدد لها يحمي الجسم من خطر الإصابة بالأزمات القلبية، وتنظم الدورة الدموية، وتساعد على تحريك عضلات الجسم وأوتارها بعد النوم لساعات طويلة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.